مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم مباشرة، مرحبا بكم معنا مباشرة في هذا البث المباشر من مدينة مكناس. نقول لكم الاجواء كيف دايرة هنا في مكناس. هذا الصباح كان جو ممطر، ولكن دابا كيف ما كتشوفوا معنا السماء جو مشمس، ولكن جو مضطرب، مرة مشمس مرة غائم. اذا نخليكم تكتشفوا معنا المدينة كيف كتكون في وقت ديال الشتاء، وقولوا لنا نتوما كيف داير الجو عندكم هذا النهار. بالنسبة للناس ديال اكادير وطنجة عندهم جو مشمس، وفاس وبعض المدن الاخرى عندهم الشتاء هذا النهار. نتوما اللي كتابعونا مين كتابعونا وكيف داير الجو عندكم؟ رشيد مخربقة، على ما يبدو خربقة هذا النهار كان فيها شميشة عكس المدن الاخرى هي وطنجة. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة مكناس. الصباح كانت الشتاء وجو غائم، دابا تبدل الجو رجع معتدل. عمر من كازا، مرحبا بك سي عمر من كازا. قلنا هذا النهار كازا كان فيها الفيضان سي عمر، ياك انا كتابعكم على البث المباشر اللي كتنقلوا قناه شوف تيفي تما، كانت الشتاء بزاف هذا الصباح هذا، وكان عندكم في بعض الاحياء كاين شويه ديال الفيضان. جو في هولندا برد الشتاء اليوم. امستر باري كيتابعنا من هولندا كيقول جو بارد وكاين الشتاء، فالله يرحمنا والله يطيحها قد نفع. وبالنسبه للمدن اللي ما طاحتش فيها الشتاء فالله يرحمكم من المطر. لالا فار ميرو ميرو من ازو كتقول بلي عندنا الثلج والجو بارد بزاف. حتى هنا في مكناس وصل داك الجو ديال الثلج، كاين شويه ديال في الصباح كان البرد بزاف، دابا الجو عادل كيف ما كتشوفوا معنا. حتى الشميشه بانت لي راه بدات كتشرق دابا، مع العلم قبيله راه كان جو غائم وكان الشتاء، فسبحان مبدل الاحوال. صحيح ميدو في الصباح كانت الشتاء ودابا خرجت الشميشه. الناس ديال فاس مرحبا بكم معنا، وكذلك الناس ديال اجرو فمرحبا بالجميع. حقا لاله مريم الجو الان زوين، الصباح كيف ما قلت كانت الشتاء وكان البرد، دابا جو معتدل. حتى الشمس كيف ما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه مكناس معتدل الان. عماد كيقول عندنا الثلج بزاف في الحاجب، صحيح كانت تساقطات مطريه هاد البارح في الليل واليوم. يوسف من ازيلال كاين ثلج وشتا، انتما كتشوف طاحش اليوم طاحش عندهم مطر كطنجة واكادير، فحتى نتوما الله يرويكم بالنفع ان شاء الله ديالها. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا الان مباشرة من مدينة مكناس في هذه الجولة في مختلف شوارعها المدينة، باش نخليكم هذه فرصة للساكنة ديال مكناس مختلف مدن المملكة اللي من اجل العمل او الدراسة انهم يشوفوا مدينتهم على المباشر، وكذلك هذه فرصة للجالية المغربية المقيمة خارج ارض الوطن باش تحيي صلة الرحم مع البلد ديالها او المدينة ديالها. فمرحبا بالجميع مشاهدي قناة شوف تيفي. كيف ما قلت في الاول، قولوا لنا كيف داير الجو عندكم ومين كتابعونا ومرحبا بكم. قطرات في مراكش، جعيدي حسن كيقول بلي الشتا شويش في مراكش. هي اليوم يعني مختلف بزاف ديال المدن في المغرب طاحت فيهم المطر الا بعضنا اللي هي كخريبكه وطنجه، وبعض المدن انا ما عقلتش عليها اكزاكت. فقولوا لنا مين كتابعونا وكيف داير الجو عندكم تما. حتى لالا نزهة كتقول حتى حنا في سلا عندنا الشتا والشمس. كذلك الحسن من اقلموس، عندنا الشتا حنا بزاف. الحسن من اقلموس، جيت اقلموس اقلموس جيت ازا. مرحبا بالناس ديال اقلموس معنا في البث المباشر. خليد حنا شبعنا البرد، اذا غادي تكون على ما يبدو انت من الناس ديال الاطلس وخنيفره والناس اللي طاح عندهم الثلج، فاحنا حقا عبد ضعيف الى جات الحراره كتغلبنا ولا جا البرد كيغلبنا، فالله يرحمنا برحمته. امين محمد صديق امين كيبقى حنا في الدار البيضاء شبعنا الشتا والله يرحمنا امين حقا والله يطيحها قد نفع يا ربي.
عبد اللطيف حمودي الجو زوين. عبد اللطيف واش الجو زوين عندنا حنا في مكناس ولا عندكم نتايا ومين كتبانا؟ خالد من ميدلت مرحبا بك معنا ومرحبا بالناس ديال ميدلت اللي كيتابعونا على هذا البث المباشر. فقلنا كيف داير الجو عندكم نتوما تما؟ حنايا خلاص كما قلت لكم الصباح كانت الشتاء ورحنا كنا درنا واحد البث مباشر من الاسواق من السوق النموذجي الجديد اللي تحل هنايا في مكناس في فيسلان، والباعه كانوا كيتشكاو نظرا للشتاء اللي كانت بزاف ودخل عليهم الماء وضاعوا في السلعه ديالهم. هانتوما كتشوفوا دابا ثاني بحال اللي ما كان والو، ما طاحت لا الشتا شي حاجه. اذا الجو هنايا مضطرب، مره غائم مره مشمس. قلنا الجو كيف داير عندكم نتوما؟ نهاركم مبارك سعيد، واللي غادي يقرا الله يعاونه، واللي غادي يخدم الله ييسر امره. ومرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في هذا البث المباشر مباشره من مدينه مكناس، مدينه برشيد. صوفيا من مدينه برشيد، مرحبا بك لاله صوفيا. كتقول عندنا البرد، مره شتا مره شميشه. اذا لاله صوفيا انتم عندكم الجو بحالنا حنايا في مكناس. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي إلى هنا وغادي ننهي هذا البث المباشر. دمتم بألف خير، وإلى بث مباشر آخر في مكان آخر وموضوع آخر. دمتم بخير وإلى اللقاء.